مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم خالد الفحام من فريق اسمع كتاب، وحلقه جديده للحكواتيه. وهكمل مع حضراتكم كتاب الاعلامي تركي الدخيل جوهره في يد فحام، رحلات ومقابلات صحفيه في اليمن السعيد، وده غلاف الكتاب. الحقيقة يعني أنا مش هاخد الكتاب كله، لأن مش من حقنا إن احنا نقرأ الكتاب كله، ولكن هاخد مقتطفات طبعا. واللي عايز يشتري الكتاب هو دار مدارك للنشر، يعني هيسأل في معارض الكتب الدولية أو كده عن إصدارات دار مدارك وممكن يشتريه. ولكن أنا يعني واخده من ضمن الكتب اللي هي الغريبة شوية، اللي هي فعلا عنوانها ممكن ما يدلش أبدا عن محتواها الثري. ممكن الناس يعني ما تجري ورا أغلفة تانية أو ورا أسماء تانية، وفي النهاية بيكتشف إن الكتاب ما فيهوش حاجة، ولكن ده كتاب فعلا قيم جدا. يعني هدخل، هو الحقيقة تركي الدخيل راح اليمن وعمل مقابلات مع شخصيات يمنية، منهم واحد كان عائد من القاعدة، يعني كان هو، أو مش هنقول القاعدة بالضبط، هنقول اللي هم من اللي كانوا حوالين أسامة بن لادن، واسمه نصر البحري، أو بيلقبوه بأبي جندل. انتوا عارفين اللي هم الجماعات اللي هي الجهادية دي كلها، يعني بيسموا أنفسهم بأسماء أكبر ولادهم أو كده، زي ما كان متبع من كذا، من 1000 سنة أو أكتر الناس كانت بتعمل كده. فهو بيعتبر يعني ان هو لو عاش الجو بتاع 1400 سنة او 1500 سنة اللي فات، فده هيقربه من ربنا وكده. فبتلاقيهم حتى التسميات او كده بيتبعوا اللي الناس دي كانت بتعمله بالظبط، بالرغم يعني من اننا ما سمعناش ان الناس في وقتها من 1400 سنة كانوا بيتبعوا اللي هم اللي قبلهم من 1000 سنة بيعملوه، بل على العكس هم كانوا جايين بافكار جديدة. على كل حال، هنا هندخل على صفحة 190 مباشرة، وتكفير أبي جندل. هنشوف بقى اللي هو السؤال اللي طرحه تركي. بعض المنتمين للجهاد صرحوا بأن أبا جندل خان الجهاد أو أنه تخلى عن الجهاد. أنت سمعت بهذا بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ سمعت وقرأت حتى في الإنترنت، وقرأت ذلك في بعض الصحف. وصل الأمر إلى حد تكفيري، وصل الأمر أن دخلت مجموعة من أجل تصفية أبي جندل تصفية جسدية. وكيف تعطيت معها؟ بكل أريحية، لأنه مهما كان فهؤلاء الأشخاص الذين تعاملوا معي لا ينتمون إلى تنظيم القاعدة، ولا ينتمون إلى تفكير أسامة بن لادن، وأنا إنسان مؤمن بالقضاء والقدر. إذا قتلت على أيدي هؤلاء ممكن أن أعتبر أنها خطأ. كيف تعرف أنت أنهم لا ينتمون إلى القاعدة؟ لأني أعرف عقلية الشيخ أسامة، وأعرف عقلية عناصر القاعدة وكيف يفكرون. ليس من المعقول أن يضعوا رأسهم برأس أبي جندل، أو يلغوا توجه تنظيم كامل من أجل أن يصفوا أبو جندل لأنه ترك الجهاد، لأن هنالك 10 غير أبي جندل تركوا الجهاد. لم تقف المسألة على أبي جندل، ثم إنني بعد ذلك اكتشفت أن المجموعة التي أتتهم من الشباب الصغار الذين ليس لهم أي تجربة، وكان الموضوع يثار فيما بينهم لابد هذا العميل وهذا العدو، وانتهت المسألة بهدوء الزوبعة. والآن ماذا جرى على هذه المجموعة؟ آخر الأخبار أنهم معتقلون وحكموا في المحاكم اليمنية. وخرج بعضهم؟ ده سؤال. بعضهم خرج، نعم. هل تعرف إذا ما كانوا تخلوا عن الفكرة أم لا؟ أنا التقيت بهم وعزمتهم في بيتي، حتى كانوا يقولون في تلك الفترة إنها كانت فكرة طائشة، وكان عندنا تصور خطأ عن أبي جندل وهكذا. لنعد إلى قصة وجودك في أفغانستان عندما بايعت أسامة بن لادن، ماذا حدث بعد ذلك؟ بعدما بايعت الشيخ أسامة، بدأت عملية تكليفي ببعض المهام، مثل مسؤول في النظافة مثلا، حراسة الشيخ أسامة،
وعندما تحصل مشاكل في قطاعات معينة كنا نذهب بحكم قربنا من الشباب نحاول أن نمتص أمور غضب الشباب والفتن هذه التي تثار بينهم. كانوا بيتخانقوا زيهم زي غيرهم. فريق حراسة بن لادن، كم عدد الحراس الموجودون عند الشيخ أسامة بن لادن؟ الحراس الثابتون عند الشيخ أسامة 15 شخصا. يتناوبون على الحراسة؟ سؤال. نعم، 15 متواصلون معه كوكبة، حيثما راح فهم معه، لا يتركونه حتى باب البيت، في كل لحظة موجودون. هم 15 أنفسهم، هم 15 لا يتغيرون، ولكن متى ينامون؟ هم يتناوبون، أقصد في اللحظة نفسها كم يكون موجودا من الحراس؟ كيف يكون مجموعهم 15 ويتناوبون؟ هم 15 من حوله، فمثلا إذا كان الشيخ موجودا في مقر إدارته للتنظيم يكون 15 متوزعين حول المنطقة هذه، 2 إلى جواره و3 خارج البوابة وهكذا، موزعون، وحيثما تحرك يكون هؤلاء 15 حوله كظل. ولكن عندما ينام يظل هؤلاء في حراسته. إذا دخل الشيخ أسامة مثلا بعد صلاة العشاء إلى بيته حتى صلاة الفجر، يتناوبون على حراسة الشيخ على البوابة متوزعين حول بيته 4. وقد يحدث أن يقوم حارس واحد بحراسته مرتين في اليوم، حتى أثناء نومه، حتى أثناء النوم قد تأتي وردية فينادونك اصحى يا فلان يلا حراستك. يبدلون بعضهم البعض، لكن في حالة أن الشيخ مستيقظ فالكل مستيقظ. كانوا متعذبين يعني. كم كان معدل ساعات نومكم في ذلك الوقت؟ قد لا تتجاوز 4 إلى 5 ساعات في اليوم، كل يوم على مدار الأسبوع، كل يوم، حتى أن النوم لا يكون إلا مثلا إذا أخذ الشيخ أسامة قيلولة في الظهر، فهذه تعتبر فترة راحة بالنسبة للحراسة، أو إذا مثلا دخل بعد العشاء إلى بيته لينام. كم ساعة كان ينام أسامة بن لادن؟ هذه هي المشكلة، في بعض الحالات كان يخرج في منتصف الليل، أحيانا يحدث تصرف معين فيطلبونه، أو يأتي ضيوف في وقت معين، أو يكون عنده أمر معين، وفي بعض الأحيان كان يسهر حتى منتصف الليل، إذن لا نوم في هذه الحالة. كم كان معدل ساعات نومه يوميا؟ ما استطعت أن أحددها لأن وقته كله متقطع. هنا عنوان، طبعا ده كان قبل يعني ما القوات الخاصة الأمريكية قتلت بن لادن وكده، كان الإشاعات بقى ان هو مات ما ماتش، كان مريض مش عارف ايه. هنا عنوان: ابن لادن أما زال حيا؟ هل تعتقد أن أسامة بن لادن ما زال حيا؟ هنا بإذن الله عز وجل حي، وأعتقد أنه حي. طيب احنا بقى ايه، هنعدي الجزء ده. هندخل بقى على سؤال: من تعتقد أنه يخلف أسامة بن لادن في التنظيم؟ الإجابة: والله الشيء المسلم به من الجميع هو الدكتور أيمن الظاهري وبعد الظاهري. ده سؤال، الله أعلم. ألا توجد شخصية بارزة في تقديرك؟ معظم الأخوة في القيادات المتعارف عليها معظمهم ما بين معتقل أو مطارد، باستثناء الشيخ أسامة والدكتور أيمن ما زال موجودين، لكن الباقية القادرين على أن يتولوا العمل فهم بعيدون عن هؤلاء. هناك بعض الشخصيات الرئيسية في تنظيم القاعدة ذكرت أنباء أنها موجودة في إيران، مثل أبو غيث وغيره. هل تعتقد أن هناك تنسيقا مثلا بين التنظيم وبين إيران؟ يكون هناك تنسيق لكن على ضوء مصالح متقاطعة. كيف؟ يمكن أن يكون مثلا في اتقاء عدو مشترك الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية، والإيرانيون لمعلوماتك يعلمون أن الضربة قادمة لا محالة باتجاههم. طبعا ولا جات ولا قادمة ولا حاجة خالص، دي كلها تهيؤات، وفي النهاية خالص الإيرانيون متصالحين مع الغرب، الشتائم شغالة ما بين أمريكا وإيران وإسرائيل وكده، ولكن في النهاية هيبتدوا يصدروا بترولهم وهينفتحوا على العالم كل حاجة.
فلا بد من أن يعلمون أن الضربة قادمة قادمة لا محالة باتجاههم، فلا بد من أن يستفيدوا من جميع العناصر المتاحة لهم في الساحة بما فيها تنظيم القاعدة. وده يعرفنا أن التنظيمات والحاجات دي كلها ماشية حسب مصلحتها في النهاية. سؤال: بفهمك هل تعتقد أن تنظيم القاعدة يمكن أن يعمل مع الإيرانيين في مواجهة أمريكا؟ بالتنسيق مع الإيرانيين، لكن لا أعمل تحت ظل الإيرانيين، أعمل معهم بالتنسيق، هذا ممكن، لا مشكلة. وما الفرق أن يكون العمل تحت ظل الإيرانيين أو بالتنسيق معهم؟ إذا كان تحت ظل إيراني فسوف يفرض علي أجندة خاصة بهم، لكن التنسيق أنا أجندة وأنت أجندة، نعرف نقاط التقاء نتعامل على ضوئها. والموجودون الآن داخل إيران، هل هم تحت أجندة التنظيم أم تحت أجندة الحكومة الإيرانية؟ هناك نقاط التقاء، أنا موجود في إيران بموجب اتفاقية، بموجب نقاط نلتقي عليها أنا وأنت، لكن هذا لا يشترط أن أعمل بأجندتك أنت. ممكن أنا وأنت خصمنا واحد، فأنا سأوجه ضربات له وأنت ستوجه ضربات، بالحقيقة أو بالأصح سنقاوم، إما أن كل واحد منا سيقاوم بأسلوبه أو بالتنسيق مع الآخر، أو سنعمل سويا. هو تنسيق، نعمل سويا، لكن كل واحد فينا على ضوء ما نلتقي عليه، لأنها مسألة عقائدية موجودة والاختلاف العقائدي موجود وكل شيء قائم. يعني أنا ليه، يعني أنا مش فاهم إيه هو الاختلاف العقائدي، يعني إذا كنت أنت مثلا يعني بتؤمن بوجود إله وهو بيؤمن بوجود إله، فأنت بتختلف إن بقى الناس اللي هي المخولة اللي تنقل لك العقيدة أو تشرحها لك، كل واحد لواحد مؤمن بكلامه، ففين هو الاختلاف العقائدي؟ طيب هنيجي لسؤال: قبل قليل تتحدث عن تنسيق أو اتفاق بين الحكومة الإيرانية وبين التنظيم، هل تعرف ما هي عناصر هذا الاتفاق؟ هذه الأمور لا أطلع عليها، لكن من الأشياء المسلم بها أنه كان هناك شخصان يهتمان بهذه المسألة، هما الأخ سيف العدل والأخ أبو حفص الموريتاني، كان يهتمان بهذا الموضوع، التنسيق والتواصل ونقاط الالتقاء بينهم، تعرفوا عليها، ولكن بحكم أننا نحن كنا بالحراسة كنا نطبق قاعدة لا أرى لا أسمع لا أتكلم في أشياء كثيرة جدا لا نستفسر عنها حتى لا نحصل على معلومات على ضوئها قد تؤثر مستقبلا على التنظيم. عنوان: من الشرنقة إلى الفراشة. سؤال: هل تخليت عن قاعدة لا أرى لا أسمع لا أتكلم بعد أن أصبح لك حديث في الإعلام؟ كله حديث ذكريات، ليس هناك أي ضرر من الناحية التنظيمية، خصوصا بعد أحداث أفغانستان وأحداث سبتمبر، التنظيم تحول من شرنقة إلى فراشة بكاملها، عملية تحول من هلال إلى بدر، فالوضع تغير بالكامل. سؤال: قلت إنه تم التحقيق معك من قبل، طبعا سجنت في اليمن، ثم حققت معك كما تقول الجهات الأمريكية FBI، كم كانت مدة التحقيق؟ كانت تستغرق بعض الأيام من بعد صلاة المغرب إلى الساعة 10 أو 12 ليلا في السجون اليمنية. نعم. ماذا كانت عناصر التحقيق؟ كانت كلها تدور حول التنظيم، الخلايا النائمة، إمكانيات التنظيم في مثل هذه الأشياء كانت تدور حولها. وكنت تدلي بكل ما تعرفه عن ذلك؟ الإجابة: لأنني أنا أصلا لا أعرف شيئا. كيف لا تعرف شيئا وقد مكثت معهم 4 سنوات؟ مثلا موضوع الخلايا النائمة، كيف أعرف ما هي الخلايا النائمة؟ وموضوع إمكانات التنظيم، ما أدراني به؟ أنا أمامي شيء معين، عندي مهمة محددة وهي حماية هذا الرجل، لا أتدخل في أي شيء آخر. اجتمع هو ومجلس الشورى في داخل الغرفة، فأنا جالس في الخارج لا أسمع، وإن سمعت شيئا فأمسحه فورا من رأسي. إذن كانت الاجتماعات تعقد بشكل مغلق دون أن يكون لكم أي دور فيها، لا نتدخل أو نسمع بها، وحتى لو سمعنا فقد عودنا أنفسنا وبرمجناها على أن نمسح ما يدخل في رؤوسنا مباشرة.
ممن يتكون مجلس الشورى كامل التنظيم: الشيخ أبو حفص المصري، الشيخ سعيد المصري، الشيخ أبو حفص الموريتاني، الشيخ أبو الخير المصري، الأخ أبو محمد المصري، سيف العدل المصري. كل هؤلاء كانوا هم مجلس الشورى المقربون، هم أساس التنظيم، الناس القدماء والناس الذين يركن عليهم الشيخ أسامة كثيرا. المصريون أقرب إلى أسامة. الأسماء التي ذكرتها تقريبا فيها أكثر من 90% شخصيات مصرية. ظهرت بعض التحليلات التي تقول أن الشخصيات المصرية سيطرت على تنظيم القاعدة واقتربت كثيرا من أسامة بن لادن. إلى أي حد تعتقد أن هذا الحديث أو هذا التحليل صحيح؟ هذا التحليل صحيح جدا ولا غبار عليه. فعلا كان أقرب الناس إلى الشيخ أسامة في التنظيم هم الإخوة المصريين، وهذا له أسباب. هل هذا في الآونة الأخيرة أم منذ البداية؟ من بداية الأمر إلى أحداث سبتمبر كانوا مقربين. منذ نشوء تنظيم القاعدة، منذ نشوء التنظيم، لأن تنظيم القاعدة نشأ في أفغانستان في فترة وجود الجماعات الإسلامية كلها بشكل عام، إن كانوا جزائريين أو مغاربة أو غيرهم. فالتقى مثلا الشيخ أبو حفص المصري والشيخ أبو عبيدة عليه رحمة الله وبعض الأخوة التقوا بالشيخ أسامة. فالرجل كان يمتلك في تلك الأيام، أيام شبابهم، كان يمتلك التمويل والفكرة في رأسه، والجماعة عندهم الخطط بحكم التجارب في العمل المنظم. فالتقت الخبرة بالأموال وتولت تنظيم القاعدة. إذن صحيح أن المصريين قريبون جدا في تقديرك وهم الذين يشكلون عصب التنظيم؟ نعم، مع أنك قلت لي في الجزء الأول أن أسامة بن لادن كان يريد أهل البلد، أهل الجزيرة العربية، مع أن المصريين لا ينتمون للجزيرة العربية. هل كان المصريون يخططون وينفذ الأعضاء من أهل الجزيرة؟ لا، ليست هذه الجزئية، لأن الشيخ أسامة لما كان يبحث عن أبناء البلد كما يقال، لابد أنك تهيئ جيلا بعد هذا الجيل، يكون جيلا ثانيا وثالثا حتى يمارس عمله ويستمر فيه. فبالنسبة للإخوة المصريين على مستوى العالم، وجهت لهم ضربات، إن كانوا الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، وجهت لهم ضربات حتى تقلص عددهم في العالم كله. والعناصر الموجودة عندك هي موجودة داخل أفغانستان. إذن لابد من دماء جديدة، لابد من قيادات جديدة، لابد من خبرات جديدة تكتسب عملها من تجربة جديدة في الحياة. على ضوء تجارب الآخرين الأقدم منا، فكثير من الشباب الآن الذين يقودون العالم متأثرون بالإخوة المصريين. طيب، يعني أنا في حتة عايز بس أنوه ليها هنا، إن هو قال إن وجهت ضربات اللي هو التنظيمات واللي كان أغلبها قيادات مصرية وعندهم خبرة في العمل السري والكلام ده كله. طبعا دي على يد أجهزة الأمن وكده. أنا دلوقتي بسأل، هل ده جاب نتيجة فعلية في إن التنظيم ينتهي، ولا الحلول الأمنية فقط أدت إلى إن تنظيم أكثر شراسة وجهل وهمجية يتولد، اللي هو تنظيم الدولة الإسلامية؟ التنظيمات دي بتتولد في رأيي الشخصي بسبب الغب، الظلم، القهر، العنصرية، الدكتاتورية، الجهل طبعا، لأن الدكتاتورية بتؤدي للجهل لا محالة يعني. فإذا الأعمال الإجرامية لازم لها إجراءات أمنية، ولكن عشان أنت تمنع التانيين من إن هم يدخلوا تنظيمات جديدة أو يعملوا مجموعات جديدة أو الأجيال التانية، يعني الحلول لازم تكون من الجذور. بس ده اللي أنا عايز أقوله يعني. هنا سؤال: تقصد الذين في الجزيرة، في الجزيرة وحتى خارج الجزيرة، حتى الذين في العراق أو في أي مكان آخر متأثرون بالأخوة المصريين؟ لأنه حقيقة الأخ المصري بشكل عام والمصريون بشكل عام، هذه شهادة للشعب المصري والمصريين. العنصر المصري قادر على توصيل المعلومة وقادر على التضحية،
وقادر على غرس مبادئ في نفوس الآخرين بحكم تجربة مصر عبر التاريخ. سؤال: هل لديهم خبرة أكثر من بقية الجنسيات؟ أكثر من بقية الجنسيات؟ نعم، بحكم طول التجربة في مصر، ما يقارب 100 عام، وهم في تجارب وجماعات وتنظيمات وكذا، وتولدت تنظيمات عن تنظيمات أخرى، فهذه كلها تعطيهم الأولوية والأحقية في أن يقودوا العمل. عنوان: التحقيقات بين اليمنيين والأمريكان. سألتك عن أسئلة التحقيق التي وجهت لك من مكتب التحقيقات الأمريكي FBI. أيضا تقول إن السلطات اليمنية قامت بالتحقيق معك. إلى أي حد تعتقد أن هناك فارقا في الأسئلة التي وجهت لك بين الأمريكيين واليمنيين؟ تقريبا ليس هناك ذاك الفارق، لكن اليمنيين كانوا يركزون المسألة الأولى على موضوع أمن البلد الداخلي، لأن هناك قناعة لدى الأجهزة اليمنية ولدى الحكومة اليمنية بأنها لا تستطيع حماية أمريكا في الخارج. خارجا لا نستطيع أن نوفر لك الحماية يا أمريكا، وللولايات المتحدة الأمريكية خصوصا على ضوء سياستها في المنطقة، فأنا مستحيل أن أؤمنك في أي مكان آخر، ولكن في وضع البلد من الداخل أنا سأؤمن بلدي من الداخل، أنا مطالب بهذا الشيء. فكان تركيز الأجهزة الأمنية اليمنية على الوضع في البلد، على عناصر التنظيم في البلد وخططهم المستقبلية، الخلايا النائمة، عناصر معرفتك بالأشخاص. وأنا بالنسبة لي أصلا كان وضعي وعلاقتي بالشعب اليمني ضعيفة جدا بسبب أن اليمن كان بالنسبة لي محطة. سؤال: لأنك ولدت وتربيت في السعودية، فكان وضعي في اليمن ضعيفا وعلاقتي ضعيفة بالشباب اليمني، وما كان هناك أي فائدة من التحقيق معي في هذا المجال. لم يستفيدوا منك كثيرا، لم يستفيدوا مني فقط الأمريكان جاءوا ومعهم موضوع ثان. الأمريكان هم خصم في الأساس، فأتوا يريدون معلومات كاملة عن التنظيم، فكانوا يقولون بحكم أنك أنت حارس مقرب وأنت مصنف أنك من قيادات الجيل الثاني، أنت تعرف الأمريكان وطريقة كلامهم، ده هو بيعقب على يعني على نفسه، وأنت هل فعلا كنت مصنفا من قبلهم؟ هو تصنيف الأمريكان، فدع الأمريكي يصنف ما يشاء. أنا أسألك: هل تعتقد أنك أنت من قيادات الجيل الثاني؟ لا، أنا لا أصنف نفسي أني قيادي، ولكن أصنف نفسي بأني جندي، حيثما وقعت نفعت، ضعني في المقدمة، ضعني في المطبخ، سأشتغل، ليس عندي أي إشكالية. هو يعني بيعتبر بقى أن ده جهاده بيقربه من ربنا وكده، وأن هو بيدافع عن الإسلام، فهو بالنسبة له مقاتل ولا عايز قيادة ولا حاجة، وعايز يحطني في أي مكان هشتغل. لكن الأمريكان يصنفون، فدعهم يصنفون كما يشاءون، هم لديهم حساباتهم الشخصية. طيب هنعدي بقى جزء من الأسئلة اللي هي متكررة. الاعتقال في اليمن. كيف اعتقلت؟ اعتقلت من مطار صنعاء وأنا مسافر، كنت في طريقي للهرب. إلى أين؟ إلى سوريا، ومن سوريا إلى إيران، ومنها إلى أفغانستان، فتم اعتقالي. هذا في أي وقت تقريبا؟ في ذو الحجة بعد عملية كول، أعتقد المقصود بها المدمرة كول، بعد عملية كول مباشرة، إذ افترضنا أن عملية كول في شهر رجب إلى شهر ذو الحجة 6 أشهر. تركي: لماذا قررت الهرب؟ ماذا كنت تخشى؟ بدأ البحث عني، فصاروا يبحثون عن ناصر البحري، لكن اليمنيين إلى أن تم اعتقالي كانوا يشكون بأن هذا الرجل يمني، إنما كانوا يعتبرونني سعوديا يحمل الجنسية اليمنية مثل الآخرين، فلم تكن عندهم قناعة بأنني يمني. وأنت خرجت من المطار بشكل طبيعي بالجواز نفسه؟ نعم، وبالاسم نفسه، من دون تزوير ومن دون أي شيء. كيف تكون مطلوبا وتفكر بالخروج بهذه الطريقة؟ أصلا أنا مطلوب منذ 1995 للأمير، كان بعد خروجي من البوسنة، للأمريكان، كاتبينها الكلمتين مع بعض ما فيش فاصل، للأمريكان بعد خروجي من البوسنة،
ففوجئت في التحقيق أن الأمريكان يقولون أنهم كانوا يبحثون عني منذ ذلك التاريخ بعد البوسنة، وبالفعل كانوا يبحثون عني، حتى أن بعض الشباب قالوا لي أنهم يبحثون عنا بمجرد خروجنا من البوسنة. لأن عادة الجماعات الجهادية دي لما بتروح في حتة تحارب الموضوع ما بيتوقفش عندهم، يعني أولا بيبقى خطر جدا لما يرجعوا بلدهم، لأن هم خلاص يعني اللي جرب الحرب والقتال وكده هيستمر فيه، هيكون جماعات تانية، هيروح بلد تانية. فعادة أجهزة الدول الغربية بتراقبهم من ساعة ما طلعوا، ومع ذلك ده ما بيمنعش، يعني بسبب الديمقراطية عندهم والحريات وكده ما بيمنعش حدوث مشاكل تانية. فبيبقوا عارفين في ناس رجعوا عندهم زي ما حصل في فرنسا وألمانيا، وعارفين ان هم فكرهم كذا، بمجرد ان الراجل يقول لهم والله انا سبت الفكر ده وخلاص خلاص فبيسيبوه. وزي ما قالوا في فرنسا ان احنا ما نقدرش نراقب الاعداد دي كلها، وفي نفس الوقت حسب الدستور الفرنسي ما نقدرش نعتقلهم. فعشان كده حصلت الاحداث دي، واعتقد ان هم بعد كده غيروا كتير من الاجراءات اللي هم كانوا شغالين فيها، بمعنى ان الحريات ضاقت شويه، طبعا مش قوي زي عندنا يعني. كيف يمكن لرجل مطلوب بدرجه عاليه ومنذ 1995 وحتى 2000 ان يخاطر بالخروج من المطار بكل هذه البساطه وببياناته الصحيحه؟ هناك مثل جميل في اليمن يقول: اقترب من الخوف تأمن. فنحن نطبق هذه القاعدة، ففي بعض الأحيان عندما أتعامل معك ببساطة وأنت يكون عندك حجم إجراءات ضخم جدا، فالإجراء البسيط معي يجعلني أمر من أصعب المناطق. فأنا مثلا أمر في دبي، ودبي معروفة أنها مركز رئيسي للإف بي آي على حد كلامه يعني، وأمر بالأردن، والأردن معروف، أدخل وأخرج. حتى تفاجأ الأمريكان، قلت لهم جوازي باسمي، قالوا ناصر، قلت لهم ناصر البحري، فاقرب من الخوف تأمن. ومسكت في المطار أثناء مرورك على الجوازات؟ لا بالعكس، حتى اليمنيين حقيقة استدرجوني حتى سمحوا لي، ختموا لي الجواز ووصلت إلى صالة الانتظار، ثم جاء واحد قال اسمح لي جوازك، عرفت ان الموضوع انتهى. فكان معي بعض الوثائق واشياء مزورة اخفيتها داخل المطار، انهيتها مباشرة، انا عرفت ان الامر انتهى. جوازات مزورة؟ لا، كان معي بطاقات باكثر من اسم، حتى فوجئت ان الشخص الذي كان المفروض ان يجهز لي اوراقي نسى البطاقة هذه داخل المحفظة. فقلت إنهم سيقبضون علي باسم ناصر وباسم فلان وباسم فلان، وهذه ورطة. فتخليت عن البطاقات الأخرى وأبقيت اسم ناصر. كيف تخليت عن هذه الوثائق؟ هو أخذ الجواز وقال لي انتظر مكانك. في هذه الأثناء أنا استغليت الموقف مباشرة، موضوع ثواني، هي فرصة وحيدة إما تكسبها أو تضيع. بعد ذلك توجهت إلى السلطات اليمنية مباشرة من دون أي مقاومة. جاء اثنان من ضباط الأمن السياسي، تفضل معانا. أخذت حقيبتي ومشيت معهم مباشرة إلى المعتقل بكل هدوء، لأننا لدينا توجيهات من الشيخ أسامة، الحكومة اليمنية لا تقاوموا سلموا. فنحن كما يقولون في الحجاز، سيدي وصاني وقال لي لا ترجع. طيب الدخول إلى المعتقل، حاجات بقى، معلومات عن بن لادن، اللي عايزها يبقى يجيب الكتاب يقراها. هنا بقى لماذا تراجعت؟ أنت تشير إلى أنك تراجعت وأنك ليست عندك مشكلة في التراجع، وتتحدث عن تفاصيل تراجعك، لكنك تطالب المشايخ أيضا بأن يتحدثوا عن تراجعهم، أليس كذلك؟ نعم، يوضحون لماذا تراجعوا. أنا قلت إن العلماء تراجعوا فلا بأس أنهم تراجعوا وأنا تراجعت. أنت عن ماذا تراجعت؟ عن عملية فهمي للمسألة. قد أكون فهمت المسألة من جانب، وهذا الفهم خطأ، هذا يحتاج إلى توضيح. كان عندنا مثلا فهم أنه لا حل ولا لغة إلا لغة البندقية، لا نتفاهم إلا بالرشاش، بلغة المتفجرات. لكن الآن بعد تجربة السجن والحوار الذي دار مع كثير من الشباب فيما بيننا، ووضع الاجتماعي ووضع الأسري، الآن يجعلني بدلا من أن أحمل بندقية يمكنني أن أحمل القلم، وبدلا من أن أحمل القلم عفوا يمكنني أن أتحدث مع الناس. أنا مثلا الآن أتحدث من على منبر محترم، والناس كلها تتابع هذه القناة العربية،
فأستغل هذه الجزئية جدا وأخبر الناس وأفهم الناس من أنا وأقوم بتوعية الشارع العام. لماذا لا يكون هذا دوري؟ لماذا لا أقف بجانب سلمان العودة والشيخ الزنداني والشيخ الريمي؟ لماذا لا نضع أيدينا في أيديهم؟ نحن أهل التجربة. هل تعتقد أنك وصلت إلى مراحل هؤلاء الذين ذكرتهم؟ لا، ولكن أنا جندي كما قلت في كل مكان، لكنني عندما أقول إني مستعد أن أضع يدي بأيديهم فهذا ليس معناه أني بمكانتهم. ماشي، برضو أسئلة تانية عن علاقته بالعلماء و أين القاعدة الآن؟ ألا تعتقد أن عقلية التنظيم تغيرت منذ تركك له في 2000 إلى الآن 2007؟ لابد أن كل واحد تتغير عقليته، شيء طبيعي جدا لأن الأحداث تغير طبيعة أفكار الإنسان. هل تعتقد أن تنظيم القاعدة ما زال فاعلا؟ في أفغانستان ما أعرفه أنه في أفغانستان، أما ما يحدث في الخارج في العراق الصومال المغرب، طبعا الكلام ده كان سنة، هو قال هنا في السؤال حتى الآن 2007، يعني هم كان بيتكلموا في 2007 أو المغرب العربي الآن، فهو أن الجماعات الإسلامية وبالذات حملت السلاح فيهم، وبين قوسين كاتب اللي هم مسميهم المجاهدين، بدأ عندهم مشروع توحيد الجهود. فالآن تسمع عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فما هي قصة هذا التنظيم؟ هم جماعات قديمة، بل قد يكون بعضهم أقدم من تنظيم القاعدة، وبعضها يخوض عملا مسلحا قبل أن يعلن عنه تنظيم القاعدة. لكن الآن هناك مسألة تدور في رؤوسهم، هي أنهم يريدون أن يوحدوا الجهود، بمعنى أن الفكر استمر وليس بالضرورة بالتنظيم. الإجابة: انتشروا، ثارت هناك نقاط التقاء ما بين الجميع. أنا مثلا في الجزائر، فبدلا من أن يكون الموضوع الجزائر للجزائريين ومصر للمصريين لا، فالمسألة أكبر لأنه صار عندهم بعد أوسع، ساحة المعركة على العدو. سؤال: هل تعتقد أن التنظيم فاعل في العراق؟ نعم، التنظيم فاعل في العراق. ليس غريبا أن أقول ذلك، لأنه قد تكون هناك عناصر موجودة في هذه المناطق، لكن تنظيم القاعدة أساسه موجود في أفغانستان، وكل ما حدث الآن أن الشيخ أسامة أعطى الناس الطريقة وأسلوب والآلية في التعامل، صار كل واحد يعمل مستقلا بنفسه، أصبح هناك عمليا قيادات ميدانية هي أدرى، كما يقال مركزية في القرار لا مركزية في التنفيذ، فكل واحد ينفذ على ضوء الأجندة التي عنده والحاصلة في أرضه. سؤال: هل تعتقد أن التنظيم ما زال فاعلا؟ تاني، أكيد، لأن تنظيم القاعدة ليس تنظيما مغلقا على إقليم واحد أو على أبناء بلد واحد. بعد كده الجزء اللي بعديه بيتكلم عن القاعدة وطالبان، لغاية هنا هتوقف مع حضراتكم. أشكركم جدا، وبفكر حضراتكم بأننا في اسمع كتاب عندنا تطبيق اسمه اسمع كتاب للكتاب الصوتي، بنحاول ندخل في العالم العربي لمرحلة جديدة وهي تحويل الكتب المقروءة إلى مسموعة. ربما دي بتساعد كتير من الشباب اللي هما بيقراش إن هي تشجعوا على مسألة القراءة. طبعا احنا يعني مش منظمة خيرية او بناخد مثلا دعم من اي جهات حكومية او غير حكومية او دولية، وعشان كده احنا بنبيع الكتب بفلوس. طبعا في عندنا عينات مجانية من كل كتاب، ولكن اغلب الكتب بفلوس. كل اللي نقدر نعمله ان احنا منزلينها بنص التمن المفروض تتباع بيه عشان نقدر نستمر ونقدر نكمل، لاننا عارفين مشكلة العالم العربي في القراءة، واصلا كمان يعني في الكتب الورقية، وكمان في مسألة القراءة الإلكترونية دي عملية صعبة جدا، ولكن أدينا بنحاول، وإن شاء الله في يوم من الأيام يبقى في جيل واعي في العالم العربي يقدر يطلعنا من المشاكل اللي احنا وقعنا نفسنا فيها. شكرا ليكم، كان معكم خالد الفحام من فريق اسمع كتاب والحكواتية.